السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم ظاهرة جيولوجية باطنة وهي البراكين. إذن ما هو البركان؟ كما تلاحظون معي فالبركان عبارة عن فتحة تظهر على سطح الأرض تخرج عبرها مواد مختلفة، رماد، غازات، قذائف بركانية، شظايا صخرية. كما نلاحظ هنا، إذن هنا لدينا غازات ورماد، هنا نلاحظ تدفق ما يسمى باللافا. نسجل كذلك أن كمية أو قوة الانفجارات تختلف حسب أنواع البراكين، كما أن كمية اللافا التي تتدفق عبر فوهة البركان تختلف كذلك حسب أنواع البراكين. إذن فعلا كما أشرت قبل لحظات، يعتبر البركان كسرا يشكل منفذا تندفع عبره مواد منصهرة نحو سطح الأرض، تسمى هذه المواد المنصهرة الصهارة. إذن فالصهارة هي عبارة عن خليط من الصخور والمواد المعدنية المنصهرة وكذلك الغازات الدائبة. تظهر البراكين على سطح الأرض على شكل فوهات تخرج عبرها مواد مختلفة كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات. إذن الآن نتعرف على الأجزاء المكونة للبركان. فعلا فالبركان يتشكل من العناصر التالية. إذن لدينا في العمق خزان الصهارة حيث تتجمع الصهارة، ثم قناة تربط بين خزان الصهارة وسطح الأرض تسمى المدخنة. بطبيعة الحال على مستوى سطح الأرض أي في قمة هذه المدخنة نجد ما يسمى بفوهة البركان. وأخيرا بطبيعة الحال الشكل الهندسي الذي يتخذه البركان بطبيعة الحال على سطح الأرض يشكل لنا ما نسميه بالمخروط البركاني. إذن فعلا كما أشرنا إلى ذلك قبل لحظات، عبر فوهة البركان تخرج مواد مختلفة، غازات، رماد، تدفقات لافية، قذائف بركانية، شظايا صخرية. أسجل فقط على أن في العمق نتكلم عن الصهارة، لكن على السطح نتكلم عن اللافا. فعلا على مستوى فوهة البركان بطبيعة الحال تنفلت الغازات الدائبة في الصهارة بطبيعة الحال فتتطاير في الهواء، بينما تتدفق اللافا عبر فوهة البركان. إذن الصهارة تتشكل من اللافا زائد الغازات الدائبة. على السطح بطبيعة الحال تنفصل الغازات عن اللافا. ننتقل الآن أو نتعرف الآن على أنواع البراكين. إذن أنواع البراكين متعددة، سنتعرف على نمطين أساسيين، النمط الانسكابي والنمط الانفجاري. نبدأ بالنمط الانسكابي. كما تلاحظون معي فهذا النمط أي النمط الانسكابي يتميز بلافا شديدة الميوعة، انفجارات ضعيفة أو منعدمة. هذه الكمية من اللافا تتدفق بطبيعة الحال، هذه اللافا شديدة الميوعة تتدفق بكميات كبيرة. نسجل كذلك على أن فوهة البركان في هذه الحالة متسعة كما نلاحظ، المخروط البركاني قليل الارتفاع وضعيف الانحدار. بالنسبة للنوع الثاني أي النمط الانفجاري، في هذه الحالة نلاحظ أن اللافا شديدة اللزوجة، انفجارات قوية جدا، تصاعد الرماد، قذائف بركانية بالإضافة إلى الغازات. نسجل كذلك على أن فوهة البركان تكون ضيقة، المخروط البركاني يكون مرتفعا وشديد الانحدار. فعلا كما أشرنا قبل لحظات، العناصر المشكلة للبركان خزان الصهارة في العمق أو ما يسمى بالغرفة الصهارية، المدخنة أو أكثر تربط خزان الصهارة بسطح الأرض بطبيعة الحال عبر الفوهات، ثم أخيرا المخروط البركاني. المقارنة بين البركان الانسكابي والبركان الانفجاري، إذا خاصية كل منهما. إذا البركان الانسكابي يتميز بلافا شديدة الميوعة تتدفق بكمية كبيرة، انفجارات ضعيفة، بينما البركان الانفجاري فيتميز بلافا شديدة اللزوجة وبانفجارات قوية. نتطرق الآن إلى العوامل التي تحدد نمط البركان، لذلك سوف نقوم بالتجربة التالية. العدة التجريبية الضرورية لإنجاز هذه التجربة، لدينا أنبوب زجاجي على شكل في خليط لزج ملون، خليط مائع ملون. بالنسبة للخليط يمكن أن نستعمل مواد متعددة بطبيعة الحال، كيتشوب مثلا أو لابوري أو العسل. ثم نحتاج كذلك إلى سدادة، قرص فوارة مثل دوليبران مثلا، كمية من الماء، ثم حامل للأنبوب. بروتوكول تجريبي أو المراحل التجريبة، إذا أولا نضع الخليط داخل الأنبوب الزجاجي على شكل U، ثانيا عبر الفوهة الأخرى نضع قليل من الماء، ثالثا نضيف القرص الفوار، ثم نغلق بسرعة فوهة الأنبوب بواسطة السدادة، ثم نسجل الملاحظات. إذن فيما يخص حالة الخليط المائع، لاحظوا معي بعد وضع قرص الفوار نلاحظ أن الخليط المائع ينسكب عبر فوهة الأنبوب الزجاجي على شكل U بطبيعة الحال. إذن هذه التجربة تشكل أو تمثل لنا بطبيعة الحال حالة الانفجار الانسكابي. ننتقل الآن إلى حالة خليط لزج. في هذه الحالة كما ستلاحظون استعملنا خليط لزج، نعم، نضيف القرص الفوار ثم نغلق. لاحظوا معي طريقة خروج اللافا اللزجة بطبيعة الحال، إذن تشكل قبة يمكن بطبيعة الحال أن تغلق فوهة البركان. لكي نبين فقط أهمية كمية الغازات نتطرق للتجربة الثالثة. إذن في هذه الحالة كما ستلاحظون معي سنستعمل قرصين من الأقراص الفوارة لكي تكون كمية، أعيد،
لكي تكون كمية الغازات كثيرة. إذا لاحظوا معي فعلا، لأن بعد وضع قوسين من الأقراص الفوارة لاحظوا السدادة سوف تطير بطبيعة الحال، هذا يؤكد لنا على أن قوة الدفع بطبيعة الحال قوة الضغط تكون قوية. إذا فعلا كما تبين لنا، فعندما تكون نسبة السيليكا قليلة تكون نوعية اللافا مائعة، وعندما تكون نسبة السيليكا مرتفعة تكون اللافا شديدة اللزوجة. إذا العامل الذي يحدد لنا طبيعة اللافا وهو نسبة السيليكا. فيما يخص الانفجارية، فعندما تكون نسبة الغازات قليلة تكون الانفجارات ضعيفة أو منعدمة، بينما عندما تكون نسبة الغازات مرتفعة أو كثيرة تكون الانفجارات قوية. إذا عندما يتجمع العاملين الآتيين، عندما تكون اللافا مائعة والانفجارات ضعيفة، يكون البركان بنمط انسكابي، بينما عندما تكون اللافا شديدة اللزوجة أو لزجة وتكون الانفجارات قوية، في هذه الحالة نتكلم عن بركان بنمط انفجاري. للتوضيح فقط، إذا كمية الغازات وبخار الماء الدافئ في اللافا قليلة، بالجهة الأخرى نسبة السيليكا في اللافا قليلة، إذا اللافا مائعة، إذا الانفجارية ضعيفة اللافا مائعة، سنحصل على بركان بنمط انسكابي. بينما حالة النمط الانفجاري كما ستلاحظون معي، إذا فعلا نعم، إذا في هذه الحالة لدينا انفجارات قوية ولافا لزجة، إذا في هذه الحالة البركان سيكون بنمط انفجاري. متابع؟ إذا نستنتج أن نمط البركان يرتبط بعاملين رئيسيين، نسبة السيليكا أو كمية الغازات، وكمية الغازات في اللافا، بحيث كلما ازدادت نسبة السيليكا كلما ازدادت لزوجة اللافا، وكلما ازدادت كمية الغازات كلما ازدادت قوة الانفجارات. إذا فيما يخص البراكين على مستوى كل من الذروة وسط محيطية ومناطق التمر، إذا كما تلاحظون معي على مستوى منطقة الذروة لدينا صهارة بازلتية، وهي عبارة عن صهارة قاعدية ما يسمى ماجما مافيك. في هذه الحالة تكون نسبة السيليكا منخفضة وبالتالي اللافا مائعة. إذا البركان في هذه الحالة يكون بنمط انسكابي، والصخور الناتجة عنه بطبيعة الحال نجد بطبيعة الحال صخور صهارية مثل البازلت وجابرو. بينما على مستوى منطقة التمر لدينا صهارة جرانيتية وصهارة حمضية فلسيك ماجما فلسيك. في هذه الحال نسبة السيليكا تكون مرتفعة وبالتالي اللافا لزجة. بطبيعة الحال البركان في هذه الحالة سيكون بنمط انفجاري، والصخور الناتجة هي صخور صهارية بطبيعة الحال مثل أنديزيت وجرانيت. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.